هل سمعت عن أكبر جبل جليدي في العالم؟ إنه الجبل الجليدي المسمى A23A، ظل لمدة 3 عقود باقياً وثابتاً في قاع المحيط بالقارة القطبية الجنوبية، يبلغ سمكه نحو 400 متر، أما مساحته فهي نحو 4000 كيلومتر مربع. لكن رغم كل ذلك، فأكبر جبل جليدي في العالم بدأ يفقد قبضته على قاع البحر كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، نظراً لأنه شرع يتحرك من مكانه، ولا سبب في ذلك سوى التغيرات المناخية، إذ أنها أدت إلى فقدان القارة القطبية الكثير من جليدها. ولذا يتابع العلماء تحركات الجبل الجليدي الذي يتحرك بسرعة 150 كيلومتراً في الشهر على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية.